مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل. وانطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثارة، انطلاقة شوطنا السابع في مجموعة الاشواط وشوطنا السابع الخاص هنا بانطلاقة وتحديات هنا اللقايا القعدان المحليات الاصايل بشعارات ابناء القبائل التي نتابعها من أرضية هذا الميدان بهذه الانطلاقات الصباحية الجميلة. نتابع معكم هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل، نتابع هذه المسيرة، نتابع الانطلاق، نتابع صدارة هذا الشوط والمقدمة شرط لسعيد بن سالم بن ناصر النعيمي، من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. مصحصح لحمد بن راشد بن حمد بن غدير، يأتينا ثانيا والمركز الثالث الذيب علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، وعلى المركز الرابع ضيف هنا هزاع بن حمد بن صالح بشريدة العذبة، من ينطلق على المركز الرابع وخامس مراكزنا ياتي شاهين ساري بن محمد بن طويل بن منصوري. هنا المنطلق هذه الانطلاقة هم المركز السادس، المركز السادس الأسد شخبوط بن محمد بن حمود الدرعي يأتينا سادسا، والمركز السابع المركز السابع متعب لعلي بن محمد بن قناص العامري، والوصول هنا من الهبوب، هنا الهبوب القادم لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، من يقدم لنا الهبوب بهذه الانطلاقة. الهبوب قادم بكل قوة، بينما القادم زاهد محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وعاشر مراكزنا هنا هداق سالم بن مبارك بن هديب الهشامي، من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضراتكم بهذه الانطلاقة وبهذا التحدي الرائع الجميل. نعود مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى الصدارة وإلى شرط المسيطر من البداية على المقدمة وعلى المركز الأول سعيد بن سالم بن ناصر النعيمي، منطلقا بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة. مصحصح على المركز الثاني حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي ضيفنا، يأتينا على المركز الثالث الهزاع بن حمد بن صالح بشريدة العذبة، هنا يأتينا ضيف قادم من ميدان التحدي هنا وشارك على أرضية هذا الميدان، بينما الذيب هناك لعلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، يأتينا على المركز الرابع وخامس مراكزنا. المنطلق هنا شاهين ساري بن محمد بن طويلب المنصوري، الهبوب قادم بهذه القوة هنا وعين على الصدارة، هنا لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري سادسا يتسلل إلى الرابع بدوره وفي طريقه، بينما سابع مراكزنا يأتينا زاهي محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، هنا المركز السابع، المركز السابع سراب فهد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري القادم ايضا من ميدان التحدي. مرحبا بالضيوف الكرام في بلدهم الثاني، هنا نتابع الاسد شخبوط بن محمد بن حمود الدرعي قادم هنا على المركز التاسع والمركز العاشر، ياتينا مغامر مطر بن احمد بن علي بن واصل اكتبي، من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجه للمراكز العشره الأولى، ونعود إلى الصدارة، نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى هنا بن طويل بمن غير بهذه اللحظات على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، من غير على المقدمة وانتزع الصدارة. هنا شاهين ساري بن محمد بن طويل بن منصوري، من غير على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، بينما شرط لسعيد بن سالم بن ناصر النعيمي يأتينا على المركز الثاني. الهبوب من الجانب الآخر، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، من يقدم لنا الهبوب بهذه الانطلاقة هنا الجميلة، والقدوم أيضا الذيب علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، وصل زاهي، وصل زاهي بهذه الانطلاقة والتحديات لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، ويأتي سراب
فهد بن محمد بن سعيد الحنيتم المري هنا منطلقا على خامس المراكز. ها هي الخماسية الجميلة المنطلقة بتحديات هذا الشوط وأحداثه. الله الله، القدوم كذلك من ضيف هزاع بن حمد بن صالح بشريدة من يأتينا هنا بهذه الانطلاقة، وشعار بن واس المنطلق هناك بهذا الانطلاق مع مغامر. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، هناك الصدارة المقدمة. الله الله الله، التحديات الأخيرة السلوم هنا، الهبوب 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 الهبوب، من غير على الصدارة على المقدمة. سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري ينطلق هنا على شباب القوانين على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدورة هذا الشوط، بينما زاهي يحاول. محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري هنا ابن المتبرس مع هذا الانطلاق. الله الله، التحديات الأخيرة التحديات الأخيرة. الله، بين أهالي الخوانيج وأهالي المرموم. الله الله، التحدي الأخير التحدي الأخير هنا، ولكن الهبوب على الصدارة، الهبوب وزاهي، الهبوب وزوهي، السلوم يا سلام. التحديات الأخيرة التحديات الأخيرة، هذا الانطلاق الجميل. زاهي يتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. زاهي 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 ينطلق إلى الفوز وإلى الناموس. هذه الانطلاقة الجميلة من المرموم إلى المرموم، هنا السلوم سلام من المرموم إلى المرموم. تهانينا محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري الهبوب، سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، ويأتينا هنا هداج سالم بن مبارك بن حديب الهشامي، بينما مغامر لمطر بن أحمد بن علي بن واس، ويأتي شاهين هنا أيضا من ايضا من طويل بن فصلة. هذا الانطلاق الجميل هنا، ساري بن محمد بن طويل بن منصوري. نعود الى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هذا الانطلاق وبهذا التحدي الرائع الجميل هنا لزاهي. هذه الانطلاقة المتميزة هنا بشعار ايضا محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، قاطعا المسافة بفترة زمنية مقدارها هنا ايضا سبع دقائق 36 ثانية. هنا أيضا سبعة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني الذي سجل بهذا الانطلاق. تهانينا هو الناموس، بينما المركز الثاني المركز الثاني هنا والوصول أيضا هذه الانطلاقة من قبل الهبوب لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، من أتى بهذا الانطلاق المميز الجميل قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها هنا سبع دقائق هنا 37 ثانية، أربعة من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان هناك الانطلاق من قبل هداج سالم بن مبارك بن هديب الهشامي، من حل على ثالث المراكز قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها ولحظة وصوله إلى خط النهاية بهذا الانطلاق المميز الجميل هنا لحظة الوصول في سبع دقائق 39 ثانية، ثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز. انطلاقاتنا تتواصل.